الرئيس السيسي يتابع المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات. رئيس الوزراء يتفقد عمل تطوير مبنى متحف البريد المصري التاريخي بالعتبة. انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2020. موجز الأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وقد اطلع الرئيس على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي كوقود. وقد وجه الرئيس السيسي بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة في عمليات التحويل. كما وجه الرئيس بدراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز. وفي ذات السياق وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذلك استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية مع ضمان أعلى درجة الأمان والسلامة. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي في منطقة العتبة بوسط القاهرة. وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها واحدة من أعرق مؤسسات البريد في العالم، لافتا إلى أنه مع التطورات المتلاحقة في دور البريد والتحول الهائل في عدد الخدمات التي يؤديها، أصبح لزاما علينا ألا ننسى التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة. كما أكد مدبولي أن المتحف سيكون إضافة حقيقية للطلاب المصريين لإثراء معلوماتهم حول تاريخ الاتصالات والبريد في مصر. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية طابة والفرقاطة الفرنسية. وتضمن تدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة. تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 800 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي. وأوضح البنك أن إجمالية قيمة الاحتياطي قد ارتفع إلى 39.22 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر، مقابل 38.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه. واصلت وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين. المزيد في سياق هذا التقرير. استمرارا لدور أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والاحتيال على المواطنين وتزوير وتقليد المحررات الرسمية والفساد الوظيفي، نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط تشكيل عصابي يتزعمه أحد الأشخاص لقيامه بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي مجال مكافحة جرائم الفساد الوظيفي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط اثنين من الموظفين يعملان بأحد الأحياء بالقاهرة لاستغلالهما موقعهما الوظيفي والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص لقيامه ببناء برجين سكنيين بدون ترخيص وتسهيل الاستيلاء على الأراضي أملاك الدولة والتربح من وراء ذلك بالمخالفة للقانون.
كما تمكنت من ضبط مراجع حسابات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لاختلاسه مبالغ مالية من عهدته، كونه المنوط به استلام قيمة تحصيل فواتير استهلاك المياه من محصلين الشركة، وقيامه بعدم توريدها لخزينة الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة لذلك. بحجم تعاملات بلغ 14 مليون جنيه وفقاً للفحص المستندي، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط نشاط إجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيام 4 تشكيلات عصابية بسوهاج وقنا والمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بعد استبدالها بالجنيه المصري مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي مجال ضبط جرائم تزوير وتقليد المحررات الرسمية، تمكنت الإدارة من ضبط كمية من المحررات الرسمية المقلدة بحوزة تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة بخاصة المستشفيات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية. وفي إطار تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط تشكيل عصابي يقوم عناصره بإيهام المواطنين بفوزهم بجوائز مالية من إحدى شركات المحمول والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت هذا الزعم، وبحوزتهم هواتف محمولة وخطوط محمول وماكينات دفع إلكترونية. ودوليا ومن الولايات المتحدة، حيث انطلقت اليوم عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لكي يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سباق الانتخابات الرئاسية بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن. حتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. انتهى موجزنا الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار، إلى اللقاء.